محمد انيس مولي عن حزب افاق تونس مترشح عن قائمه فرنسا فرنسا واحد الرابع في الليسته اللي تترأسها نجوى بن ناصر عن حزب افاق. نهار 24 افاق تونس باش يكون في وسط المجلس التاسيسي، عندنا مشروع ندافع عليه. المشروع هذا يخص الدستور ويخص انتخاب حكومه المرحله الانتقاليه، يعني من الاول اول حاجه حسب ما عرفتي في المراحل هي تعيين الحكومه ثم تعيين مناقشه مشروع الميزانيه بتاع 2012، يعني هذوما هما النقاط الاولى. من بعد النقطه المهمه اللي لازمنا ندافع عليها هو الدستور التونسي الجديد. افاق تونس نحن ندافع على مشروع، يعني مشروعنا هو الديمقراطي حديثي، ندافع على مشروعنا اللي قدمناه في حملتنا الانتخابيه. نحن الحزب اللي اقرب لمشروعنا هو الحزب اللي باش نمشيو معاه بالطبيعه، يعني كل ما هو معناتها شكون؟ ما نجمش نعطيك اسامي لان ما طلعتش برشا على برامج الاحزاب، اما ما نحبش يكون بالاسامي. نحن الهدف نتاعنا مش فلان وعلان، الهدف نتاعنا هو برنامجنا انه نطبقوه. عندنا مشروع خاص بالتونسيين بالخارج، نجم نلخصه لك ثلاثه نقاط. النقطه الاولى هو مشكله علاقه التونسي بالقنصليه، يعني اليوم فما تونس يسكنوا بعض ياسر على القنصليات، وهذايا اذا كان نتمكنوا من صناعه اداره رقميه وسريعه فانه باش تعاون برشا التوانسه. النقطه الثانيه تخص علاقه التونسي بالخارج ببلاده، ولهنا باش نحكيو على ليفول شارتر. افاق سي ان بارتي سوسيو ليبرال، دونك اون ديفون ouverture de l'économie، donc باش نشجعوا التوانسة أكثر يروحوا لبلادهم، بالتالي باش تكون الأسوام أرخص إذا كان نشجعوا على التنافس في المجال هذايا. النقطة الثالثة هي علاقة التونسي بثقافته، يعني فما برشا عائلات اليوم في تونس عندهم أولادهم يحير اسكو ولده وين باش يقريه، فما لهنا آفاق تقترح برنامج أنه الأولاد التوانسة اللي يعيشوا هوني يتعلموا العربي، يتعلموا ثقافة بلادهم، باش يقعدوا التواصل بينهم وبين تونس. علاش ننتخبوا آفاق تونس؟ خاطر افاق تونس اول ما تعمل من بحاجه انه داخل كل تونسي فما مبادره ينجم يعملها. التونسي اليوم كان نوفروا له الظروف قادر انه يقدم ويبني بلاده، اذا كان نعطيه ثقتنا اليوم في التوانسه نشجعوهم فانا قادرين انه نبنيو تونس اللي حلمنا بها نهار 14 جانفي.